على هامش قمة الصين إفريقيا، الرئيس السيسي يلتقي رئيس جنوب السودان ويؤكد دعم القاهرة لمبادرة التسوية السلمية في جوبا. في افتتاح منتدى الصين إفريقيا بحضور الرئيس السيسي، الصين تؤكد التزامها باللاءات الخمس في التعامل مع الشؤون الأفريقية وتعلن دعم أفريقيا ب60 مليار دولار. على وقع خلافات صاخبة لتحديد الكتلة الأكبر، البرلمان العراقي يلتئم للمرة الأولى بعد الانتخابات ويلجأ للقضاء للفصل بين الفرقاء. نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام تأتيكم من تن، أهلا بكم. أهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم مصر لمبادرة الحوار الوطني في جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بمعالجة جذور النزاع وتحقيق المصالحة الوطنية. وخلال استقباله بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين رئيس جنوب السودان سالفا كير، أكد السيسي أن مصر ستواصل مساندة جهود التنمية في جنوب السودان وتعزيز أطر التعاون الثنائي والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الثنائية. من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدا بدور مصر في تعزيز الاستقرار في جنوب السودان. انطلقت أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال جلسة الافتتاح أكد الرئيس الصيني أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية الإفريقية وأنها ستظل حليفا وصديقا للدول الإفريقية، مشيرا إلى ضرورة أن يمثل السلام والتنمية أساسا للتعاون بينهم. وأشار الرئيس الصيني أنه يعمل على تنفيذ خطط التنمية في إفريقيا ودعم تحقيق أمنها الغذائي وتنفيذ 50 مشروعا لتنمية المجال الصحي في إفريقيا، إضافة لتوفير 60 مليار دولار لإفريقيا في مجالات مختلفة. المزيد ينضم إلينا هاتفيا من بكين دكتور بسام شينكوا، الباحث في الشؤون العربية. تحياتي لك دكتور بسام. أهلا بك. أهلا بك. يعني 60 مليار دولار ووعد بهم الرئيس الصيني لإفريقيا، كيف إذن تقيم العلاقات الصينية الإفريقية في أعقاب كلمة الرئيس الصيني والتي شملت يعني وعود عديدة من بينها هذا الدعم؟ الصين طبعا تهتم اهتمام بالغ بتطوير علاقاتها بالدول الإفريقية، فمنذ سنوات كثيرة أصبحت هذه قاعدة، كل زعيم صيني يعني في جولته الخارجية الأولى في كل سنة دائما تكون دول أفريقية. إذا الصين تدعى دول أفريقية بما فيها مصر من أولوياته في تطوير علاقتها مع دول العالم، ذلك لأسباب تاريخية وأيضا لأسباب واقعية. واقعيا نقول إن الصين والدول الأفريقية كلها تستفيد من هذه العلاقات، إذا هي علاقات ذات المكاسب المشتركة للجانبين. نعم. أيضا دكتور بسام، جهود الرئيس السيسي شملت العديد من اللقاءات من بينها لقائه مع الشركات الصينية العاملة في مصر، كيف تقيم هذه الجهود وحجم أيضا استفادة مصر من هذه الزيارة الناجحة؟ نعم، كما قلت يعني الرئيس السيسي في الحقيقة هذه هي زيارة خامسة له إلى الصين بعد أن تولى رئيس لمصر، ولا شك أن الجانب الاقتصادي والتجاري يمثل جانبا مهما في العلاقات الثنائية بين الصين ومصر. كما قلت لك قبل قليل يعني أفريقيا هي مهمة جدا بالنسبة إلى الصين، كذلك مصر أيضا مهمة جدا بالنسبة إلى الصين. تعتبر الصين مصر مهمة أفريقيا عربيا إسلاميا وأيضا من بين دول العالم ودول العالم النامي ودول العالم الثالث، وخاصة أن مصر سوف تكون رئيسة للاتحاد الأفريقي في العام المقبل. إذا الشركات الصينية أو الاستثمارات الصينية في مصر سوف تتزايد لتتماشى مع قوة اقتصادية الصينية الكبيرة. نعم. طبعا هذا ليس دعم صيني لمصر فقط، هو دعم بمعنى ما، ولكن أيضا
يعني الفرصة تعني فرصة بالنسبة إلى الشركات الصينية، لأننا نرى أن مصر لديها آفاق واسعة في تنمية اقتصادية. نعم، كيف يمكن للدول الإفريقية بشكل عام الاستفادة من هذا الدعم المقدم من الصين؟ طبعا هناك دول أفريقية كثيرة ولديها ظروف مختلفة، ولكن هناك شيء واحد مشترك لكل الدول الأفريقية وهي التنمية. الصين أعتقد أن الصين سوف تستخدم هذه المبالغ القروض أو مساعدات في مساعدة الدول الأفريقية على التنمية. إذا هناك طرق عديدة في تحقيق التنمية، إما عبر زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية أو تحسين البنى التحتية أو رفع مستوى الكفاءات. يعني كل هذه الأشياء هي ما تحتاج إليها دول أفريقية في تحقيق التنمية. والصين مستعدة لدفع هذه المبالغ لمساعدة الدول الأفريقية في التنمية، وفي نفس الوقت أيضا الصين تستفيد منها أيضا. أشكرك شكرا جزيلا على الإيضاح الدكتور بسام شينكوا الباحث في الشؤون العربية، كنت معنا من بكين. تفقد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية دفعة نوفمبر 2018. وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية التي تعمل على بناء جيل من ضباط المستقبل ترتكز عليهم القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام التي تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مشاركة مصر في معرض ومؤتمر سيتيسكيب العقاري العالمي في دبي كضيف شرف خلال أكتوبر المقبل سيتيح عرض مزيد من الفرص الاستثمارية في مصر في سوق العقارات. جاء ذلك خلال لقائه سفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي. وأشار مدبولي إلى ما يتم بذله من جهود مشتركة لدعم وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات. من جانبه أكد السفير الإماراتي عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين واستمرار بحث الدعم وتعزيز هذه العلاقات والانطلاق بها لمستوى أرحب. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بدعم عمل المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة في مصر وتوفير الدعم اللازم لأداء مهامها. خلال استقباله المنسقة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ريتشارد إكتسون، أعرب مدبولي عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات بما ينعكس إيجابيا على وتيرة التنمية في مصر. من جانبه أشاد المسؤول الأممي بالتعاون القائم مع مصر مؤكدا دعمه الكامل للبرامج التنموية التي تقوم بها الحكومة وتطلعه لتطوير التعاون المثمر القائم معها بما يخدم رؤيتها للتنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بمتابعة خطة تطوير سكك حديد مصر ومصرة على إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل. وخلال اجتماع تابع خلاله موقف تنفيذ خطة تطوير سكك حديد مصر، أعرب مدبولي عن حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة النقل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. من جانبه شدد وزير النقل هشام عرفات على بذل وزارته كافة الجهود لإصلاح هذا القطاع في ظل وجود إدارة سياسية ورغبة ملحة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. أجرى نائب وزير النقل رئيس الهيئة القومية للأنفاق عمرو شعث جولة لمعادلات التنفيذ في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. وأشار نائب وزير النقل إلى أن المرحلة الثالثة من خط الثالث للمترو تخدم 1,500,000 راكب يوميا، وأن الخط الثالث عقب الانتهاء منه بالكامل في 2022 سيستضيف 3,000,000 راكب، منوها أن المرحلة الثالثة توفر 2,200,000 جنيه استهلاك وقود فقط عقب تشغيل الخدمة.
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهم محمود نظمي محمد السيد بقتل نجليه بمئة سلسيل بمحافظة الدقهلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لطفليه. وأوضح بيان النائب العام أن المتهم اعترف بالتحقيقات بارتكابه واقعة القتل بعد اصطحابهما وإلقائهما في نهر النيل من أعلى كوبري فرسكور. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة من خلال ما ظهر بمقاطع الفيديو المصورة ما يؤكد اصطحاب المتهم لطفليه في التوقيت الذي ادعى خطفهم، إضافة لشهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية الذي أكد وفاة الطفلين نتيجة أسفكسيا الغرق، فضلا عن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي عن تناول المتهم للمواد المخدرة. ادعى المتهم محمود نظمي في بداية الحادث أنه أثناء انشغاله بحديثه مع أحد أصدقائه داخل ملاهي بمدينة مئة سلسيل بالدقهلية، فوجئ باختفاء نجليه ريان ومحمد داخل الملاهي، وقام بالاتصال بزوجته وآخرين مدعيا ذلك على خلاف الحقيقة. ومن خلال فحص خط سيره أثبت أنه خرج من الملاهي وبصحبته نجليه بشهادة الشهود، وتبين من خلال كاميرا محطة وقود الشرقاوي ناحية قرية حجاج بمدينة فرسكور بدمياط أنه توجه لمدينة دمياط منطقة كوبري فرسكور أعلى نهر النيل، وده المكان اللي رمى ولاده منه. وظهر في الكاميرا أنه دخل محطة البنزين علشان يمون، وظاهر ابنه محمد جالس وابنه التاني ريان عند شباك السيارة خلف مقعد السواق، علاوة على أنه ثبت أنه أجرى المكالمة اللي مع زوجته وادعى فيها أنه في الملاهي ومش لاقي أولاده في نفس مكان كوبري فرسكور بدمياط، وده كل اللي تواجه بيه المتهم واعترف بيه تفصيليا. أيضا روى محمود نظمي المتهم بقتل ولديه في مدينة فرسكور تفاصيل جريمته البشعة التي هزت وجدان الشارع المصري، وقال في اعترافات له بأنه ذهب واشترى لأولاده البلالين وهدايا العيد، ثم ذهب عقب تداوله للمواد المخدرة للبحر، ثم عاد بهم إلى فرسكور حيث ألقاهم في البحر. قعدت عند نسيبي، قعدت معهم شوية ما تكملش 10 دقايق، عيدت عليهم، وبعدين نزلنا بصينا على العيلة اللي بتتدلح، وبعدين خدتهم ورحت العيد في حتة جنبنا اسمها العيد، خدتهم ورحت جبت لهم مسدسات وكده وفسحتهم، وبعدين طلعت على البحر. طلعت على البحر وتدخل البحر على جبت لهم البلالين. اشمعنى رحت المدينة؟ مدينة ايه؟ اللي اشمعنى انت خدتهم ورحت بيهم المدينة؟ مدينة ايه؟ رحت يعني اخدت لهم تفسحهم جبت لهم بلالين ورحت بيهم فين بقى؟ رحت بيهم على البحر، المكان اللي بيبقى فيه العربيات والملاهي والحاجات دي يعني. والملاهي وبرضه وانا بقى واخد البرشام وكده. برشام ايه؟ اللي هو الترمادول. انت بتتعاطى الترمادول؟ بقى لك قد ايه؟ لي خمس سنين. فالمهم وقفت على البحر شويه، ففي واحد قال لي مش هتاخد مني بلالين عشان الاطفال وكده، قلت له خلاص ماشي. خدت البلالين ودخلته بيلعب القطر اللي هو بيلف ده. وبعدين خرجت قمت راكب عربيتي ومتجه على طريق المنصورة، قمت لافف بالعربية ورجعت على طريق اسكندرية على طريق الجمالية، ومن الجمالية طلعت على طريق فرسكور. ومن هناك حصل الواقع. يعني ايه حصل الوضع؟ يعني ايه حصل الوضع؟ مفيش. انت اكيد فكرت في الموضوع ده قبل، انت فكرت هتعمل ايه قبل ما تخرج بيهم؟ فكرت ازاي هتعمل ايه؟ هتخلص منهم ازاي؟ هي في دماغي اللي انا ارميهم في اي بحر عشان عشان ايه؟ عشان لو انا اي جريمه تانية اي حاجه تانية تتعبني نفسيا، يعني لو خدعتهم هتعب نفسيا، لو خبرتهم سكتنا، انت اقرب حاجه واسهل حاجه يعني.
أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار أماني الرافعي بإحالة 3 متهمين للمحاكمة العاجلة. المتهمون 3 هم مهندس زراعي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالخنكة بالقليوبية، ومفتش تموين بمديرية التموين بالقليوبية، ذلك على خلفية تسهيل الاستيلاء على ما يقارب 76 مليون جنيه قيمة عجز حوالي 21 ألف طن من الأقمار. احبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري التابعة لوزارة الداخلية جلب نحو 2 مليون علبة سجائر غير مصرح بتداولها داخل البلاد. كانت معلومات وتحريات لرجال المباحث أكدت قيام إحدى شركات بمنطقة اللبان بالإسكندرية باستيراد وإخفاء ممنوعات محظور دخولها البلاد، وعقب ذلك شكلت لجنة أمنية جمركية أسفرت عن ضبط نحو 2 مليون علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع غير مسجلة ولها تأثير ضار بالصحة. شهدت أولى جلسات البرلمان العراقي المنتخب حديث انسحاب كتل سياسية اعتراضا على آليات تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب. يأتي هذا في الوقت الذي تزعم فيه كتلتان سياسيتان الحصول على معظم المقاعد بشأن الحق في تسمية حكومة جديدة. بدوره قال رئيس الجلسة الأولى للبرلمان إن المحكمة الاتحادية هي من ستحسم ملف الكتلة الأكبر، معلنا عن ترشح 6 شخصيات لرئاسة البرلمان واستمرار الجلسة ليوم غد. أدعو الجميع للتنافس من أجل حل مشاكل واحتياجات المحافظات والمواطنين في هذه المحافظات، وعدم توظيف معاناة العراقيين لتحقيق مصالح سياسية على أساس هذه المعاناة. إن المجتمع الدولي يقف معنا في توجهنا نحو البناء والإعمار، وقد فتحنا أبواب الاستثمار للشركات العالمية والشركات المتوسطة وحتى الصغرى، فتحنا أبواب الاستثمار ليشهد العراق نهضة عمرانية واقتصادية وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب. إن العراقيين اليوم يحتاجون للتنمية المتوازنة والمستديمة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص العمل وخاصة للشباب، وتساهم في إحلال السلم الأهلي والاستقرار والانخراط في العملية في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن، كما يتطلعون لتعميم الضمان الصحي والتعليمي. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من بغداد الأستاذ عبد الرحمن الويزي عضو مجلس النواب العراقي الأسبق. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن هل تستمع إلي جيدا؟ أستاذ عبد الرحمن كنت تسمعني بوضوح أستاذ عبد الرحمن اللويزي، أسألك عن هذه المشاهد، تستمع إلي بوضوح الآن؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر، نعتذر منك على كل الأحوال. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الرحمن اللويزي عضو مجلس النواب العراقي كنت معي عبر الهاتف. في ملف آخر، دعت روسيا أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى، وذلك على خلفية تأزم الوضع في الفترة الأخيرة. قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع في ليبيا وفي العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الوضع في ليبيا لا يتجه نحو الاستقرار بل يميل إلى التفاقم، فيما دعت بعثات الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مختلف الأطراف المعنية لاجتماع موسع غدا لإجراء حوار عاجل حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس.
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي إن عدد الصواريخ الفلسطينية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة مؤخرا بلغ 185 صاروخا. وخلال مؤتمر صحفي أكد المالكي أن التحالف ما زال يقدم تسهيلات لمرور سفن المساعدات، وأشار إلى تقدم قوات الجيش اليمني على جبهات مختلفة في اليمن، مؤكدا انتهاك الميليشيات للقانون الدولي والإنساني باستهداف المناطق المدنية واستخدامها المدارس في تعز لتفادي الاستهداف من قوات التحالف، بالإضافة إلى تورطها في تجارة المخدرات. أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين أن كل من يبيع أرضه لأعدائه أو يأخذ تعويضا عنها هو آثم، مضيفا أن فلسطين أرض خراجية وقفية يحرم شرعا بيع أي جزء منها أو تمليكها للأعداء، وأنها تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وأن تمليك الأعداء لدار الإسلام باطل ويعد خيانة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأمانة الإسلام. بالعودة للملف العراقي، عاد إلينا عبر الهاتف من جديد الأستاذ عبد الرحمن الويزي عضو مجلس النواب العراقي الأسبق. أهلا بك سيد الويزي. أهلا بك. بداية، تأجيل للجلسة واللجوء للقضاء لحسم أي الكتل الأكبر وترشح 6 نواب بالبرلمان العراقي للرئاسة، تلك كانت أبرز ما جاء في جلسة اليوم، برأيك كيف تقيم هذه الجلسة وما جاء بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هي الثالث، بدأ البرلمان العراقي جلسته بأداء اليمين الدستوري للنواب، وبالتالي أصبح هناك مشروعية ومركز قانوني للنواب الجدد. تقدم طلبان، يعني طرفا الصراع السياسي الآن أو الطرفان اللذان يبحثان عن الحصول على الكتلة الأكبر، وهما طرف سائرون والحكمة والنصر من جهة وطرف الفتح القانون من جهة أخرى. تقدم هذه طلب لتشكيل الكتلة الأكبر حتى يعني يؤثر الأثر القانوني لاعتبار أي من هذين الطرفين هم الكتلة الأكبر، هو إلزام رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. هناك خلاف جرى في أنه تحالف الفتح وسائرون والنصر اعتمد تواقيع رؤساء الكتل السياسية المفترضة، يعني وفق الأرقام الافتراضية والتي تجعلهم الكتلة الأكبر، بينما اعتمد تحالف الفتح والقانون على تواقيع النواب الحية، لأن هناك بعض النواب قد انتقلوا من بعض الكيانات السياسية إلى كيانات سياسية أخرى، وبالتالي أصبح هؤلاء النواب من حيث العدد هم الكتلة الأكبر. هذا الصراع أو النزاع على الكتلة الأكبر هل سوف يعتمد فيها توقيع تواقيع النواب الحية الذين تسمو منها المنشط الكتلي، أم اعتماد الأرقام الافتراضية للكتل هو الذي سيواكب صراع الكتلة الأكبر، وبالتالي سوف يكلف رئيس الجمهورية بعد انتخابه مرشحها لرئاسة مجلس النواب. الجدول أعمال الجلسة الأولى يتضمن أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، لأنه الاختيار رئاسة المجلس والنواب عادة ونائبي رئيس المجلس عادة يجري ضمن اتفاق سياسي، ولأن هذا الاتفاق السياسي غير نابض الآن لأنه يتعلق بتسمية الكتلة الأكبر، فقد تأجل موضوع حسم انتخاب رئيس المجلس المفترض أن يجري في الجلسة الأولى حتى يعني يجري هذا الاتفاق المفترض الذي هو مفترض كما قلت على البت مدى قانونية أي من الطلبين يعني شكلان الكتلة الأكبر. لكن تتوقع إذن أن تحسم جلسة الغد هذه الخلافات أم ربما تزيد لفترات أخرى؟ لا أبدا، الأمر متوقف على رأي المحكمة. المحكمة الاتحادية إذا طالت بأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيها تواقيع رؤساء الكتل وهذا ما قدمته سائرون والحكمة والنصر، فسوف تكون الحكمة والنصر والسائرون هي الكتلة الأكبر، وبالتالي تمضي في التوافقات يعني ضمن إطار هذه الكتلة على من هو الشخصين المرشح لرئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. لكن عندما نبدأ إذا المحكمة الاتحادية تفضل، يعني هذا الأمر حسب ما أعلن رئيس السن أنه حول الطلبين، يعني الطلبان الذين استلموا. إذن المحكمة سيد عبد الرحمن، المحكمة الاتحادية ستقول الكلمة الفصل في النهاية، ولكن
عندما نتحدث في السياسة في أولى جلسات هذا المجلس المنتخب كتل تنسحب وكتل تعلن كذا وكذا، تتوقع أن تكون بداية جيدة لحياة سياسية في الفترة المقبلة أم سنعود وسيعود العراق لفترات سابقة عدم اكتمال النصاب وكما كان يسمى في العراق بالجزء المعطل؟ لا بالتأكيد، يعني إحنا يعني على قدر ما كنا فرحين بربما بروز تجربة المعارضة السياسية، ولكن خصوصا في المحافظات الغربية أو المحافظات السلمية الانقسام الشيعي سوف يمنح الكرد هامش أكثر للمفاوضة وللمطالبة بأمور تمس يعني أحيانا يعني مصالح محافظاتنا. يعني اليوم المناطق المتنازع عليها، ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها اللي هي المناطق الغنية بالنفط، نتحدث عن محافظة كركوك، تبت محافظة نينوى، جزء من صلاح الدين، الديالة، محافظة الديالة، جزء من محافظة الديالة، هذه هي الأراضي تقع في محافظات سلمية في محافظة الأنبار غربية البلاد. نعم. المطالب الكرد، وبالتالي قد يعني يرغم التحالف الوطني أو إحدى كتلتيه المفترضتين على تقديم مثل هذه التنازلات التي سوف تكون على حساب مصالح السلة في هذه المحافظة، خصوصا في كركوك ومحافظة نينوى. شكرا جزيلا من بغداد عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن اللويزي عضو مجلس النواب العراقي الأسبق، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق جوزيف فوتل بمقر قصر الشاطئ في الإمارات، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها، كما استعرضا التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد المكتوم أسماء أول رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية وهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مؤكدا أنهما رفعا سقف الطموحات للأجيال الإماراتية الجديدة. ووصف بن راشد في تغريدة له على تويتر ذلك بالإنجاز العربي، مضيفا امتلاك الإمارات لبرنامج وحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة وقدرات صناعة الأقمار بنسبة 100% وقطاع فضائي باستثمارات 20 مليار درهم. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صحفيين من رويترز حكم عليهما بالسجن على خلفية قيامهم بتغطية أزمة الروهينجا، كما دعت بريطانيا إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين بسبب تغطيتهما لأزمة الروهينجا قائلة إن الحكم يقوض حرية الصحافة في ميانمار. وكان قاض في ميانمار حكم على أونوان لون وكياو سوي أو بتهمة انتهاك القانون الأسرار الرسمية وأمر بسجنهما 7 سنوات. أعلن وزير الثقافة البرازيلي سيرجيو ساليتان خططا لإعادة بناء المتحف الوطني في ريو دي جانيرو الذي تعرض لحريق ضخم. وقال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في بيان له إن دمار هذا المبنى التاريخي يعد خسارة فادحة للبرازيل. يذكر أن المتحف يضم أكثر من 20 مليون قطعة أثرية، من بينها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات والمعادن والحفريات والمومياوات. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية الاستمرار في بحث فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية بمنطقة خليج السويس. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة لشركتي بترول خليج السويس والفرعونية للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017-2018. وأضاف الملا أن الوزارة مهتمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب لاستغلال وتنمية احتياطات الغاز في حوض البحر المتوسط. رياضيا، دخل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي التاريخ بتواجده في القائمة المختصرة لجائزة ذا بيست. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن القائمة النهائية والتي ضمت 3 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2017-2018، حيث ينافس صلاح الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الأسباني.
حلت اليوم الذكرى السادسة لرحيل أسطورة التدريب في كرة القدم المصرية الكابتن محمود الجهري الذي وافته المنية عن عمر نهز 72 عاما. جنرال الكرة المصرية قائد الفراعنة للمشاركة الثانية لهم بكأس العالم بعد غياب لأكثر من 56 عاما، كما أنه يعد أول من فاز ببطولة أفريقيا كلاعب ومدرب. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا لختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الختام دائما تذكرة بأبرز العناوين. على هامش قمة الصين أفريقيا، الرئيس السيسي يلتقي رئيس جنوب السودان ويؤكد دعم القاهرة لمبادرة التسوية السلمية في جوبا. في افتتاح منتدى الصين أفريقيا بحضور الرئيس السيسي، الصين تؤكد التزامها بالآليات الخمس في التعامل مع الشؤون الإفريقية وتعلن دعم أفريقيا بالستين مليار دولار. وعلى وقع خلافات صاخبة لتحديد الكتلة الأكبر، البرلمان العراقي يلتئم للمرة الأولى بعد الانتخابات ويلجأ للقضاء للفصل بين الفرقاء. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.